أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم يغون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
صدق الله العظيم.